عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل سنة وكل الدنيا بخير، كل سنة وإنتم بخير يا رب، كده دايما إن شاء رب العالمين. التجهيزات لفعاليات موسم الرياض في السعودية. عاش الوطن العربي، عاشت المملكة، عاشت مصر حرة أبية، عاش كل الوطن العربي ايد واحدة، عاش بفرحة وسعادة وهنا وسرور. انا حسناء حابة من قناتي النهاردة اقول لكل المملكة تحياتي مصرية فلاحة وافتخر. يا رب تعود الامن والامان، يعود السلام، يعود الخير على كل انحاء الدنيا، مسلم ومسيحي. يلا حبايب قلبي، دي نبذة صغيرة عن التجهيزات لفعاليات موسم الرياض في المملكة السعودية. عايزة اقول حاجة واحدة بس، ان شاء رب العالمين ربنا يسعدكم، اللهم امين يا رب. ودايما دايما يا رب بحق حبيبنا المصطفى تجعل الامن والامان ان شاء الله. ربي اني رضيت بكل ما كتبت لي سهلا، وان كان صعب فرضيت به والحمد لله. اللهم يسر الصعب. كل سنة وكل الدنيا بخير. وتحياتي لأهل المملكة من هنا من مصر، مصر أم الدنيا. تحياتي لكل الشعوب، تحياتي لكل من مر في قناتي، تحياتي لكل من مر هنا وسمع صوتي. لا تنسوا الصلاة على سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة تشفع لنا يوم الدين، صلاة تفك كروبنا، صلاة تمحي قلوبنا من الذنوب يا رب، اللهم أمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء، اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترجي بقضائك وتقتنع بعطائك. إن العبد لا يغفل عن ربه، اللهم أنا أفتكرك، اللهم إني أنا أفتكرك، افتكرني بكل خير، اللهم أمين يا رب، اللهم أمين. ويشتاق لي كلامي وسؤالي يا رب، دايما دايما بكلامي أقول اللهم صلي وسلم وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، اللهم أنت ربي سبحانك. يا رب ارزقني رزق طيب يا رب، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته وغنى، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم والظلمات. اغفر لي ولوالدينا ولأحبتنا، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وكل أهل المملكة بخير. تحياتي لكل الدنيا وكل المسلمين وإخواتنا المسيحيين إيد واحدة، ويا رب إن شاء الله الأمن والأمان لكل العالم أجمعين. ربنا يا رب يكتر ويوحد شملنا، ودايما المملكة بيتها مفتوح، ويجعل لنا زيارة بإذن رب العالمين هناك في بيت الرسول، ندخل كده لو حتى نمع البلاط. حبايب قلبي ما تنسونيش بالدعوة، ولو عجبكم الكلام كملوا المقطع وكملوه بذكر سيدنا محمد خاتم المرسلين. شكرا لكل من سمعني وكل من دعا ليك مثل ما دعيت. تحياتي لكل الدنيا، مصرية فلاحة وافتخر، اسمي حسناء، جعلتها قناة رزق. ربنا يجعلكم سبب ان شاء الله في رزقي. ام لثلاثة اولاد، بقول يا رب الحمد لله فضل ونعمة وجود كل من يكون جنبي، ومن حب ربه حب في عبده. تحياتي. يا رب كده اكون عملت حاجة صغيرة. تحياتي لكل المملكة، وتحياتي للأرض اللي سيدنا محمد فيها، يا رب تجعل لنا فيها زيارة، يا رب تجعل لنا فيها قبول، يا رب تشم ريحتها العطرة، قولوا أمين. تحياتي لكم، واسيبكم تكملوا الفيديو وإن شاء الله يعجبكم. ودايما يا رب دايما يا رب كل جديد بسيط على قد الإيد من عندي أنا، فلاحة مصرية وافتخر. نورتوني وشرفتوني، وسايباكم بذكر الرسول اللي لا يغفل اسمه أبدا، ويجعله لنا شفيع لنا يوم الدين. اللهم أمين يا رب العالمين.